زوجتي أنا فلسطينية بنتمي للجبهة الشعبية، إرهابيين إحنا يعني بالنسبة لهم. ضيفتنا لهذه الليلة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دكتور مريم أبو دقة. حرب عالمية ضد غزة، عنوانها غزة لكن هدفها كل الأمة العربية. هذا اللي بصير، الإبادة ما صارت في التاريخ. أنا صرت أكره التليفون والجوال لأن بفتحه بقول يا رب مين راح. كنت في فرنسا عندما بدأ طوفان الأقصى. هذا كان أصعب يوم في حياتي. هل أخافك السجن؟ لما الشعب وأهلنا تعاملوا معنا بطريقة هدول بطلاتنا فعطونا القوة والعزيمة، بحاولوا بقدر المستطاع يكسروا إرادة المعتقل أو المعتقل. كل ما اشتد الظلام الفجر بكون أقرب. ما بدي شيء في الدنيا إلا أروح وأحضن الناس اللي هنا كل أحضن حجارة بيتي. بودكاست الميادين يأتيكم الاثنين الساعة 11 مساء بتوقيت القدس الشريف.